استغلوا انها يعني افقر الفقراء. انت عارفه ان قال لك في مصر في ظاهره في العالم كله ظاهره تأنيس الفقر، يعني الاسر اللي بتعولها النساء هي اكثر الاسر فقرا واحتياجا، فبالتالي بيستغلوا. وكمان ظاهره القبليه طبعا، المراه تساند اسرتها وقبيلتها، فدي ودي بصي تلاقي نسبه اللي انتخبوا من النساء عاليه جدا بالمقارنه اولا بنسبه الستات اللي بتترشح من الاحزاب. تعالي قولي لي الاحزاب اللي في مصر بتبذل مجهود قد ايه عشان تجند كوادر من شباب النساء او حتى من الشباب، يعني احنا بنلومهم بنقول ده انا لما جينا نفكر في كوتا او طالبنا بكوتا للنساء عشان نحل المشكله دي، انا من الناس اللي كنت بطالب بكوتا للشباب كمان، وفي بعض للشباب كمان، في بعض الدول في نظام الكوتا عامله كوتا، السنغال مثلا عامله كوتا للشباب. يعني اقصد ان انا القصد اننا نفسنا اننا نحفز الاحزاب انها تشتغل صح، لكن الاحزاب عندنا ما بتشتغلش صح. تعالي قولي لي يعني في ضعف عام في الحياه الحزبيه بدليل انك ما بتلاقيش منافسه حقيقيه بين الاحزاب. للاسف لا، للاسف. الحاجه كمان الثانيه اللي عايزه اقولها لك ان كل الاحزاب في الانتخابات كده خديهم وانت طالعه شوفي عدد النساء اللي بيترشحوا من الاحزاب بما فيهم الحزب الوطني، هتلاقي ان الاعداد ضئيله جدا وضعيفة جدا، فهم واجبهم انهم يحفزوا كوادر ويدربوهم ويقدموهم ما بيقوموش بيها كما يجب، واجبهم حتى بالنسبة للشباب ما بيقوموش بيها كما يجب، فبتلاقي انه التعددية او حركة الديمقراطية اللي بتقوم النظام السياسي بيقوم اساسا على الاحزاب السياسية بتلاقيها ضعيفة. ليه؟ لانه الاحزاب ما بتقومش بالدور. طبعا الاحزاب عليها ضغوط وعليها قيود على حركتها وفي مشاكل، يعني الحياة السياسية فيها مشاكل، انما بدون شك احنا بالنسبة لقضية المرأة وتمثيلها الأحزاب عليها مسؤولية كبيرة، والمرأة طبعا مشاركتها أيضا تتحمل جزء من المسؤولية. أكيد، يعني بالرغم أن احنا بنتكلم على النسب الضئيلة دي، لكن أنا دايما متفائلة، أنا بعتبر أن المحصلة في النهاية يعني في صالح المرأة، بمعنى أن في قوانين يعني المرأة قدمتها في مجلس الشعب وأصبحت يعني كانت مشاريع قوانين وأصبحت قوانين، وفي الحقيقة بتهم الأسرة المصرية وبالتالي بتعود بالخير على المجتمع. يعني هل أغلب القوانين اللي المرأة ساهمت فيها في الحزب الوطني هل كلها بتصب في فلك الأسرة المصرية ولا المجتمع ككل؟ لا شوفي احنا عملنا يعني كجمعيات أهلية دراسات عشان نقيم أداء المرأة البرلماني، عشان انت عارفة برضو يقولك فكرة كل لما كانوا يقدموا حجة للاعتراض على مشاركة المرأة السياسية أو للتقليل من شأنها كنا بندرس. فخلينا مركز الدراسات الاستراتيجية أعتقد كانت رابطة المرأة العربية، وعملنا دراسة ومؤتمر كبير نقيم أداء المرأة في البرلمان. المسألة مش مسألة عدد، حقيقي عددهم دايما كان قليل. احنا في تجربة 84 و7 انت عارفة كان في كوتا من 79 ل 86 20 واحدة 20 امرأة. لا الاول 31 30 بالزبط. ثم 31 كانوا وصلوا ل 36 بالمنتخبات. أيوة. اول ما الكوتا اتلغت نزلوا على طول ل 18 ثم نزلنا بقينا اقل من 10 او بالكتير نطلع من 9 ل 11 شغالين بال كمان بيعينهم الرئيس يعني اقل من 2%. انما قعدنا الفتره بتاعت الكوتا دي كانت فتره فيها يعني الحقيقه تميز بالنسبه لاداء المراه. واحد كان فيه 36 متقدمين منهم 31 على القوائم الأحزاب، والقوائم النسبية دي كنظام انتخابي نظام هايل، يعني أنا بتمنى وإحنا يرجع تاني إنه يرجع تاني مجلس قومي لحقوق الإنسان في كل تقاريره بيقدم بيطالب بإنه نرجع عن النظام الفردي ونرجع للنظام بالقوم، أولاً لأنه قائم على الأحزاب السياسية، فبيتكلم على برامج الأحزاب السياسية، بيخلي الأحزاب السياسية تقدم قوائم، فممكن جداً إنه يقدم أفضل الكوادر، إنما النظام الفردي عشان المرأة تنزل في نظام فردي أو عشان مواطن معوق
او عشان مواطن ينزل بالنظام الفردي. اولا هيجيب الفلوس منين اللي يمول؟ ثانيا هيقاوم البلطجة والرشاوي اللي بتحصل وشراء الأصوات والعنف ازاي؟ اذا المرأة لوحدها بدون مساندة اول بتخاف، اول حاجة يعملوها يسوقوا سمعتها. المعارض ليها يبتدي يهاجمها للأسف الشديد. لا انت بتتكلمي على ان ما كانتش المؤسسات الحزبية تساند الكوادر النسائية، في مشكلة حقيقية في المجتمع. يعني في مشكلة احنا بنحطها، يعني بنربط ايديها ورجليها ونرميها في البحر ونقول لها عومي، ونيجي نقول بعد كده انت عملتي او ما عملتيش، ما عملتيش نقيمها. لا عومي عومي وانت مربوطة، بس لازم تعومي. ولعلمك بقى والله وبينزلوا وبيرشحوا نفسهم في محافظات الصعيد وفي المحافظات النائية وبينجحوا بالانتخاب وبالدراع، وإنما في النهاية احنا كمجتمع لازم نيسر ده، ما نصعبش، ما ده في مصلحتنا احنا في النهاية. في النهاية نرجع للدراسة، الدراسة قالت انه اداء المرأة في البرلمان لصالح المجتمع، وانها لم تتبنى قضايا المرأة فقط، وانما تبنت قضايا المجتمع بوجه عام، اهتمت بالتعليم، اهتمت بالبيئة، اهتمت بالمرور، اهتمت بالقضايا المتعلقة بالغذاء والى اخره. وهي يعني احنا بس هنخرج فاصل، وبعد الفاصل الاعلاني هنتكلم على اجزاء او بعض القوانين اللي المرأة المصرية عملتها مش بس في صالح المرأة لكن ايضا كان في صالح المجتمع ككل. اتفضل.